مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون مسافرون 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 برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي مسافرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجنا مسافرون كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل نحن في الحقيقة في هذه الدنيا مسافرون مما يحدث الشقاق والخصومات أحيانا بين الناس وهم في سفرهم إلى الدار الآخرة ما يحدث من إفشاء الأسرار أو الفضح أو نقض العهد أحيانا الخيانة فلا تجد أحيانا بعض الناس يحسن كتمان السر لا يكون أمينا لا يصمت لا يحفظ لسانه لا يستر على غيره تجد الزوجة إذا تخاصمت مع زوجها أظهرت ما كان مستورا من أسراره تجد الصديقين إذا اختلفا ربما كل واحد منهما بدأ يفضح الآخر فلا يجوز أن يفشي المرء سر غيره إذا كان المرء قد ائتمنك عليه بل يجب أن يعني تلتزم بحفظ السر عندما تتعامل معه الأمر الثاني لا يجوز أيضا أن تذهب تتكلف الاطلاع على أسراره يعني بعض الناس الآن تجد أنك إذا جلست بجانبه أخذ هاتفك المحمول الذي معك وبدأ ينظر في الرسائل ينظر ربما في الصور ينظر يا أخي طيب من أذن لك أن تطلع على أسراري ومن اللطائف أذكر أني مرة كنت في مجلس وكان أحد الجالسين قد أخرج هاتفه المحمول من جيبه ووضعه على الطاولة أمامه بجانب كأس الشاي ليخفف عن نفسه فأخذه الذي بجانبه ونظر إليه لأجل أن يعبث به هكذا يتسلى لكنه أول ما رفع الجهاز إلى عينه ونظر أعاده مباشرة وقد تغير وجهه فضحك صاحبنا وسكت فلما خرجنا سألت صاحبنا هذا قلت لماذا فلان أول ما أخذ الجهاز أرجعه فقال لأنك يا شيخ ما تدري أنا ماذا كتبت في شاشة الجهاز في الخلفية قلت ماذا كتبت قال العادة الناس ماذا يكتبون قلت يكتب أحدهم اسمه أو يكتب لا تنسى ذكر الله أو كتب أي كتابة قال طيب انظر ماذا كتبت فرفعت الجهاز أنظر إليه فإذا هو قد كتب في الشاشة رجعه يا ملقوف يعني رجعه يا ملقوف يعني يا متطفل يا فضولي لكنها بالعامية يسمونه ملقوف فيقول أول ما قرأ كلمة رجعه يا ملقوف يعني يا فضولي أرجع الجهاز إلى مكانه مباشرة تأدب وأرجعه فلا ينبغي أن يعني الإنسان يعتدي على خصوصيات الآخرين في مثل ذلك إفشاء السر أمر سيء بلا شك وينبغي عليك أنت نفسك أيضا ألا تخبر الآخرين بأسرارك إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق أنت الآن ما استطعت أن تحفظ سرك كيف تحفظ سر غيرك ما هو حكم إفشاء السر بعد موت صاحبه لو أخبرني شخص بسر معين ثم بعد سنين مات هل يجوز أن أخرج هذا السر أم لا يقول ابن حجر الذي يظهر أن الإفشاء بعد الموت ينقسم إلى أقسام منها ما يحرم أن يفشيه إذا كان فيه غضاضة على صاحبه لو كان فيه نوع يعني فضيحة له أو نحو ذلك يحرم عليه أن يفشيه حتى بعد ما يموت ومنها ما يباح أن يخرج مثل مثلا قصة حصلت له في بقالة أو نحو ذلك أو مثلا مقدار ماله مثلا أو كم حساب عنده في البنك
أو كم يملك مثلا من العماير إلى غير ذلك، هو لا يحب أن يخرج ذلك، لكن بعدما مات أخرجت ذلك السر لأنه لا يضره بعد هذا. ومنها ما يستحب ذكره وإن كرهه صاحبه، مثل مثلا أن يكون فضيلة له، أن يكون فلان مثلا بكاء في الليل، أو أن يكون صواما في النهار، أو متصدقا أو نحو ذلك. فلما مات أخرجت هذا السر عنه لأجل أن أستجلب له المحبة في قلوب الناس والثناء عليه. الله جل وعلا أمرنا أن نحفظ الأسرار وعدها من الأمانات، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قال قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ثم قال الله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فبين الله تعالى أن ما فعلته الزوجتان رضي الله تعالى عنهما، أو الزوجة التي أفشت السر، أنه أمر يحتاج أن تتوب منه. فقال سبحانه وتعالى: إن تتوبا، والتوبة غالبا تكون من الأمر المحرم، فبين الله تعالى أنه يجب عليها أن تتوب مما فعلت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذم إفشاء السر، بل كان عليه الصلاة والسلام يؤكد حتى على الصغار يربي فيهم ذلك. في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الصبيان فسلم علينا ثم دعاني فبعثني إلى حاجة له، قال: فجئت وقد أبطأت عن أمي، ذهبت لأقضي حاجته ثم رجعت إلى أمي متأخرا، فقالت: ما حبسك؟ أين كنت؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاجة. فقالت: أي بني، وما هي؟ تسأل أم تقول: أين أرسلك؟ فقال أنس: إنها سر. فقالت: لا تحدث بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. لاحظ، أنس بن مالك على صغر سنه فقد كان يلعب مع الصبيان، ومع ذلك لما سألته أمه يقول: يا أمي لا، هذا سر. والحديث أخرجه الإمام مسلم وغيره. وكذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لاحظ، يعني أحيانا الذي يغسل الميت قد يرى عليه شيئا، إما يرى عليه بعض العلامات على جسده أحيانا، فلا أو قد يظهر أحيانا علامات أثناء التغسيل تكون سيئة مثلا تدل على سوء حال ذلك الميت، فلا ينبغي له أن يفشي ما رآه من حاله. والحديث أخرجه الإمام أحمد، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي. فلا شك أن الاهتمام بمثل ذلك ينبغي على الإنسان أن يكون ورعا، ومهما رأى من أمور الناس لا ينبغي له أبدا في الحقيقة أن يفشي أسرار الناس إذا علمها. وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة، يعني من أعظم الأمور التي ينبغي أن يكون المرء فيها أمينا لا يتكلم بها وأن يكون حافظا للسر، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي رواية أخرى قال: من أشر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. يعني كون الرجل يفضي إلى امرأته ببعض مشاعره، بعض أحاسيسه، بعض أسراره أحيانا الخاصة، إما من أمور الفراش أو من غيره، ثم تبدأ المرأة تحدث بها إذا جلست مع أخواتها، جلست مع أمها، مع صديقاتها، بدأت سواليفها وكلامها فيما يتعلق بأسرار زوجها، لا شك أن هذا محرم. كذلك فيما يتعلق بالرجل، لا يجوز للرجل أبدا أبدا أن يكون ممن يفشي أسرار امرأته، بل والله إنها قلة رجولة في هذا الرجل، لا يجوز له أن يبدأ يفشي أسرار امرأته، بل ينبغي أن يحفظ مثل ذلك حتى لا يعني يعرف الناس، سواء كانوا رجالا أو حتى نساء، في أثناء سوالفه مع أمه أو أخواته لا ينبغي له أن يتحدث بمثل ذلك. وله رواية أخرى من حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعنده رجال ونساء قعود، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يتحدث مع مجموعة من الرجال وهناك نساء حاضرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موجها لهم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع عنده في المسجد الرجال والنساء، لكن لم يكونوا يختلطون مع بعضهم البعض، يعني يجلس الرجل بجانبه امرأة أو نحو ذلك، وكذلك كانت النساء يحتجبن احتجابا تاما عن الرجال، يعني لا يمكن الرجل يلتفت إلى جهة النساء فيرى جمال هذه المرأة ويقارن بين حسنها وحسن التي تليها إلى غير ذلك، لا، إنما كنا بحجاب كامل، كنا محتشمات. فتقول أسماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، قال: لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. يقول ها يمكن بعضكم يتكلم أحيانا بما يكون بينه وبين امرأته، ولعل المرأة أحيانا أيضا منكن تتكلم بما يكون بينها وبين زوجها. قالت: فأرم القوم، أي سكت القوم خائفين، يعني كأنهم يتكلمون به بذلك لكنهم سكتوا خوفا من الجواب لئلا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت أسماء: إي والله يا رسول الله، إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن، يعني ترى رسول الله فعلا الأزواج يخرجون أسرارهم مع زوجاتهم، والزوجات كذلك يخرجن الأسرار. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها، أي واقعها وارتكب بها الفاحشة، والناس ينظرون والناس ينظرون. رواه الإمام أحمد وغيره، حديث صحيح. كذلك في حديث جابر الذي أخرجه أبو داود وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، يعني كوني أقول لك تعالي فلان سأقول لك كلاما، ثم قبل أن أقول ألتفت يمينا ويسارا لأتأكد ألا يسمعني أحد، فإذا اطمأننت أنه لم يسمعني أحد بدأت أتكلم معك، فمعناه أني أقول لك أمانة، وأنه لا يجوز لك شرعا أن تخرجها. ما يحتاج أقول لك لا تخبر أحدا، لا تحدث بهذا الكلام أحد، ما يحتاج، مدام أني التفت يمينا ويسارا لأتأكد أنه لا أحد يسمعنا، فلا يحتاج أن أقول لك ترى هذا سر لا تخبر به أحدا. ينبغي أن ننتبه لمثل ذلك. إذا ما ضاق صدرك عن حديث فأفشته الرجال فمن تلوم، إذا عاتبت من أفشى حديثي وسري عنده فأنا الظلوم، فإني حين أسأم حمل سري وقد ضمنته صدري مشوم، ولست محدثا سري خليلي ولا عرسي إذا خطرت هموم، وأطوي السر دون الناس إني لما استودعت من سر كتوم. ينبغي الإنسان أن يكتم وأن يحفظ الأسرار حتى يزداد قدره أيضا عند الآخرين، ويشعرون أنهم يتعاملون مع إنسان فاضل، إنسان له مروءة ورجولة، وكذلك المرأة في حفظها للأسرار. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا ممن يحفظون الأسرار ولا يفشونها، والله تعالى جل وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم مسافرون، أعده وقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم. حياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع